من جبال الناصرة قمة عربية ولقاء كروي مرتقب هو الأول من نوعه في دور الدرجة العليا. يجمع سندريلا العربي مكابي أبناء الريني وسفيرة العرب وصاحبة الخبرة اتحاد أبناء سخنين حتى يتشاطر المجتمع العربي الحب بين شقيقين يمثلان أقلية عربية في الدوري الإسرائيلي الممتاز. فالصاعد الجديد من الريني يتجدد من أسبوع لأسبوع ويكتسب الخبرة من جولة إلى جولة، لكنه بعد خسارة خارجية للأحمر من تل أبيب تستقبل الكتيبة الصفراء الأحمر العربي الذي يبحث عن نقاطه الثلاث بعد خسارته من الأصفر من تل أبيب. فبينما تبحث الفرق العربية عن النقاط الثلاثة، نبحث نحن عن الروح الرياضية في ختام أول ديرب عربي لهذا الأسبوع. أهلا بكم في حلقة جديدة من استاد 24، وكالعادة رحب هنا معي بضيف حمودي كيال. أهلا ومرحبا بك. أهلا. كما ينضم إلي الصحفي والمختص في الشؤون الرياضية السيد نبيل سلامة. أهلا ومرحبا بك معنا. كما سينضم إلي لاحقا السيد جودة عودي الصحفي والمختص في الشؤون الرياضية. أبدأ معك حمودي، يعني بداية قبل أن نعرج قليلا على المباراة المرتقبة والديرب العربي، ولكن كيف تلخص وتقيم أداء اتحاد أبناء سخنين في المباراة الأخيرة؟ قبل ما أقيم وأحكي عن الأداء، أنا بدي أحكي في نقطتين مهم كمان المشاهد أو الجمهور يعرف شو بالنسبة لموضوع الفار، لأنه دولنا موضوع الفار أكثر من لازم. هو بما باختصاره يعني هو رؤوس الكلمات من نقطة مثيرة من فيديو أسيستنت ريفري يعني، وهناك عمليا بتنفحص قرارات الحكم طبعا بالمقابل إلا القرار اللي بتاخده حكم المباراة اللي هو المحكم المباراة الفعلي. وطبعا الأمور بتتواصل عن طريق بفحصوا عن طريق الفيديو، بتواصلوا معه عن طريق السماعة اللي هي موجودة في أذن الحكم. عمليا تداخل الفار هو عمليا بس في أربع حالات: في حال تسجيل الهدف، في حال كانت مخالفة في قبل عملية التسجيل، الشغل الثاني في قرار ضربات الجزاء، الشغل الثالث قرار إبعاد بواسطة البطاقة الحمراء، طبعا بطاقة صفراء تاني لا، والشغلة الرابعة عمليا إذا يتعرف التسلل لا يتعرفوا على هوية مرتكب مخالفة معينة إذا على الإبعاد أو لتسلل معينة. هذا الأربعة. أما بالنسبة للأداء لسؤالك، لا أكمل على موضوع الفار. فتحت موضوع الفار أنا في عمليا في نوع من خيبة أمل طبعا في إحنا شفنا في سخنين بالنسبة لتسجيل الأهداف. في عمليا في حكام اللي هي موجودة على الفار، أنا شفت يعني كانت يعني حضرتها على التلفزيون، ما كنت في الاستاد، شفت إنه الكرة لمست صح، هو ارتفع والحركة هي حركة طبيعية، المهاجم جاي ملامد، ولكن الطابة ارتطمت في إيده وللأسف. ولما ترتطم الطابة في أنا أحترم جدا وأقدر ويعني أثمن قيادة ودور رئيس إدارة فريق اتحاد أبناء سخنين محمد أبو يونس حمودي مع فريق اتحاد أبناء سخنين، وأعتقد بأن ما يقوم به محمد أبو يونس هو عمل جبار ثلاث سنوات. ولكن ما حدث بعد المباراة مقابلة غير موفقة وغير مقبولة. أنا أول شيء أنا بوافق مع غير المقابلة، وطبعاً أول شيء إحساس وشعور شرعي جدا إنك تشعر هيك، اللي مش شرعي عمليا إنك عمليا تتصرف أنت طبعا كرئيس إدارة. أول شيء أنت بتمثل فريق، بتمثل وسط عربي، مجتمع عربي، كتير أولاد، كتير طلاب مدارس بتطلعوا عليك، فأنت المفروض تكون واحد من من الشخصيات القيادية والقدوة بالنسبة للجمهور. هذا سيد أفكر أنه التصرف كان ممكن يكون موزون أكثر. سيد نبيل، يعني قلنا على نقطة محمد أبو يونس، قدرنا ثمنا ما يقوم به، ولكن كرئيس إدارة يجب أكثر أن يكون يعني حذر بمثل هذه التصريحات، حتى وإن كان هناك خطأ من التحكيم مرة لك ومرة عليك. يعني في نهاية الأمر يعني الفار لم يكن ضد محمد أبو يونس. سنعود يعني الاتصال بسيد نبيل سلامة للإجابة على ذلك. سيد جودة، على ما أعتقد أنت معنا وبإمكانك يعني بالطبع التطرق، لربما أنت ضد نقطة تواجد الفار على ما أعتقد. هي لك يا أخي أدهم وجميع ضيوفك. أنا يعني كنا من المترددين في استقبال هذه الظاهرة الجديدة على ملاعب كرة القدم، لأنه الفار كما تفضلتم وكما تفضل كل الإخوة الموجودين وشرحوا يعني تفاصيل وليش هو موجود والأهداف اللي بيسعوا من وراها، ولكن لمزيد الأسف حتى الآن مش بس في إسرائيل، أنا أعتقد حتى في الدول الأوروبية لم يحقق المبتغى الموجود منه،
لأنه في حالات كثيرة يأخذ كثير جدا من الوقت للحكم ولحكام الفار حتى يتخذوا. أعتقد فقط في إسرائيل هناك تأخير باتخاذ القرار. لا لا مش بس في إسرائيل، صدقني أنا أتابع كثير مباريات في كثير أيضا من الأماكن، مع أنه صار في تحسن أيضا في الدول الأوروبية، ولكن أنا أعتقد أنه هناك نوع من الجهل في كيفية التعامل مع الصورة في الفار. نحن من خلال عملنا التلفزيوني نعرف عملية المنتجة التي تحدث في الماكينات الخاصة لإظهار الحقائق ومن الكاميرات. يعني أنا أعتقد أنه أيضا مشكلة كبيرة في عدد الكاميرات وأماكن تواجدها في الملعب حتى تأتينا بالصورة الحقيقية والمؤكدة لكي يتمكن الحكم من اتخاذ القرار السريع. هذه عملية المخرج وهذه عملية منسق المباراة، يجب أن يتخذوا كل الإجراءات اللازمة حتى تكون الكاميرات كلها في أماكن ممكن يستفيد منها الحكم وحكام الفار. سأعود إليك يا سيد نبيل، ربما استمعت للسؤال الذي كان. طلع في حينه يعني الفار، أعتقد إن خلق الفار لحل إشكالية تسجيل أهداف على خط المرمى لما الكرة بتتطم بالعارضة، بيعرف جودة. نذكر كلنا قصة منتخب الإنجليزي مع الألماني مونديال 66 لليوم الجدل. أما أن الفار يجي يعني يحكم على أنه كعب رجله لحمودي كيال، على الفار يعني كانت 2 سنتيمتر عن إجر المدافع، عن كعب المدافع، يلغول هدف وهو مش بوضعية أدفان. أنا أتفق مع هذا. أنا أتفق مع هذا. أنا أيضا أتفق معكم في هذه النقطة، بأنه يعني حتى في بعض الأحيان يعني أفقدت متعة كرة القدم هذه التقنية. يعني إذا كان هناك قرار لبومبا مشكوك به، يعني نعم، يمكن الذهاب، التأكد، الإنصاف، تسلل غير مرئي، غير ما هو ما هو أدهم، ما هو بينفعش لا نص نص، لا بيكون فار لا بيكونش فار، بس كمان مرة إنه يتحدد وين بيتدخل عمليا الفار. هذه النقطة كمان مرة. لعبة كرة القدم هي الأكثر شعبية في العالم، فيها بساطة معينة. أفكر انه يعني اذا فقدنا هذه البساطه يعني بصير كله عامل التكنولوجيا، عامل التكنولوجيا مهم، يعني هي اداه حلوه كمان مره انا بقول من اجل تطوير اللاعب، من اجل تطوير حلقات الفريق اللي بيلعب فيها، من اجل تطوير الاداء، من اجل تحسين اللعبه، بس كمان مره ما تضوعناش برضو المتعه وطبيعه هذه اللعبه عمليا اللي احنا هالقد بنتشوق انه نشوفها وبنستناها هالقد. وبتشوف الاحتفالات، بيحتفل اللاعب وبستنى، هات نستنى نشوف كان في تسلل او بيرجع لك قبل الدقيقه. ولكن حمودي انا هذا الاسبوع شاهدت مباراه مانشستر سيتي وليفربول، على ما يبدو هناك اعتقاد لدي بان الحكام هناك يعني اخذوا الاوامر باعطاء جو رونق للمباراه، حتى يعني هناك مخالفات، الحكم لا يقوم بايقاف المباراه، يستمر في اللعب، هذه هي مباراه كره القدم. وحتى تقنيه الفار لا يذهب الى تقنيه الفار المشاهده الا اذا كان هناك شكوك 120%. يعني ليس موجود في الدوري الإسرائيلي. أدهم بدي أقول لك كمان مرة، زي ما بتقدرش تقارن في اللاعب اللي بيلعب في دور الأضواء في البريمير ليج، أوكي، بتقدرش تقارن في الحكم اللي بيحكم هناك برضو. من أساسيات برضو المباراة، واحد الحكم والجمهور كلاتهم برضو، هذه عوامل اللي جدا جدا مهمة بتساعد. بس كمان مرة الفار أفقدنا من المتعة من المباراة نفسها. بتعقيب صغير جودة وسيد نبيل. أخي أدهم وحمودي ونبيل، تحياتي طبعا لكم. كان في حديث بالذات على هذا الموضوع، موضوع خاصة خط التسلل والتسلل من الفار، كان في حديث من الموسم الماضي إنه الاتحاد الدولي، مش الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الدولي يتخذ قرار يرجع لما كان في السابق، إنه إذا كان اللاعبين 2 المهاجم والمدافع على خط متوازي ما في تسلل. فلذلك يجب أن يكون أيضا القرار في الفار إنه فصل تام بين جسمي المدافع والمهاجم حتى يكون هناك تسلل، لأنه إذا كان مثل التسلل اللي ألغي فيه الهدف الثاني لاتحاد أبناء سخنين، إنه شفنا مؤخرة توقف اللاعب عذرا على التعبير طبعا، هو اللي ألغى التسلل. فباعتقادي أنه أي حامل رأي في الدنيا لا يمكن له أن يقرر أنه هذا اللاعب كان باثنين سنتي قبل أو بعد عند إرسال. إلى أين وصلنا؟ إلى أين وصلنا سيد نبيل؟ لا، بأكد على حكاية جودة 1,000,000%. الفار خلق من شان حل قضية الإشكال الحاصل على الكرة اللي بتهبط على خط المرمى. اما زي ما حكى يعني كرة القدم هي اهداف، نيجي نتمتع احنا انك تلغي هدف هدفين للسخنين في مباراه اللي هو مسيطر فيها وبالاخر بيتلقى هدف. انا فاهم نفسيته لمحمد، يعني انا لو سالتوه لو كانت المقابله اللي بعد اليوم بكونش بهي الحده طبعا، بس ايش بدك بدون ادنى شك طبعا
مكابي تل أبيب بفوز عليه بهدفين وبلغين الحكم، طبيعي ردة الفعل، طبيعي لأي إنسان طبيعي برد الفعل. أنا أعتقد أن الفار زاد قضية الأوفسايد خاصة التسلل يجب أن تلغى، بصيرش أنت عشان كتف، هذا بيستعملوه بالفوتو فينيش بسباق العدو 100 متر أولمبي. طبعا بكرة القدم طبعا وحتى حتى كمان في شكوك فيها، في امر مشكوك فيها بالنسبه للخطوط، الخط الاحمر الملعوب فيها في الخطوط كان مبين انها مش لا الخطوط، كان هناك اشكاليه على الخطوط على فكره، يعني انا لاحظت ذلك اثناء المباراه، حتى والدي يعني اعطى هذه الملاحظه، اعتقدت للحظه بانه يعني فقد بعض من الاشياء، ولكن تبين لاحقا بان الامور يعني لا تسير على ما يرام، يجب مراجعه ذلك. ولكن دعونا نتحول الى المباراه ضد مكابي تل أبيب. على الرغم من وقوف اتحاد ابناء السخنين مدة 90 دقيقة بشكل ممتاز وجيد، ما وقفوش، كانوا أفضل، كانوا الأفضل، مكابي أفضل. إذا من قيم الأول 10 دقائق أو 12 دقيقة عمليا لمكابي تل أبيب شوي أعطوهن أكثر من اللازم لاعبين اتحاد أبناء. يمكن القول بهذا السؤال، سيلفاس أخطأ، أعطى أكثر احترام لمكابي تل أبيب وكان عليه أن يجازف وأن ينهي. لا أنت لا تستطيع، أنا ما بحكم على سيلفاس. سيلفاس جاي فريق عقباله مدجج، فريق اللي هو قوي، لعيبة الاحتياط اللي موجودة هناك عمليا تقدر تكون في أي تشكيلة في الفرق، عمليا في فرق الدوري. طبعا المفروض انه يجي متحضر، ما لو انه فتح المباراه من البدايه واجوا في لياقتهن في ادائهن المعهود مكابي تل أبيب، كان ممكن تكون النتيجه مغايره، ودخل في اتحاد ابناء سخنين ده هدف مبكر، كنا شفنا لعبه مغايره جدا. سيد نبيل، هاي ما يسمى جس النبض يعني في البدايه. نعم سيد نبيل، لانه لاحظ فريق اتحاد ابناء سخنين فعلا يعاني من مشكله تهديفيه حقيقيه، وهذا لمسناه ايضا خلال المباراه، امكانيه الفرص او استغلال الفرص، يعني هي في بعض الاحيان هناك اهدار لفرص، يصل الى فرص ادم، يصل الى فرص ولكن لا يستغل الفرص. انا بذكر ميلامد بمباراه هبول حيفا لما فازوا 2-1 لحاله اربع مرات متتاليه واحد على واحد بيوم موفق، كان مسجل اربعه. في عدم استغلال الفرص، هو بيصل لفرص بس مش كافي، ولكن عدم استغلال الفرص لانه ما في عنده لعب صراحه، مش شايف انا هذاك المهاجم اللي عنده الحس التهديفي. على سبيل المثال، فقط المثال، مثلا ليفاندوفسكي او بنزيما مثلا او رونالدو، ما في مهاجم عنده حزه ما كانت ايامات ليما اذا بتذكر، حنا فرود اذا بتذكر بسخنين، مش موجود هذا اللاعب اليوم. هاي المشكله، اسولين او اسولين. طيب انا في رايي في امكان حايم سيلفاس حتى للمباراه القادمه، يعني استخدام في عنده مهاجمين تنين اجانب، يعني صح في واحد اللي عمره 21 سنه لاعب عمليا اللي ما اعطى كثير مباريات هون، وما عنده تجربه كبيره، افكر انه بيقدر حايم سيلفاس انه يشركه ويعطي ملامد، ما فيهاش اي شيء انه يعطي اللاعب عمليا اللي هو مش باللياقه منيحه، خلينا نقول في لياقه التهديف، انه يقعد على دكه الاحتياط، ما فيهاش أي غلط. طيب سيد جودة، نحن نتحدث عن الجهة الهجومية، ولكن في سخنين أيضا هناك حلقة قوية برزت هذا الموسم ومنذ بداية الموسم، هي الحلقة الدفاعية. بوليتش بأفضل مستويات يقدمها منذ أن جاء إلى سخنين، نحن نتحدث عن مارون غنطوس، ولربما اللافت في هذه المرة هو وجود دروش حسن الحلو. الأفضل هو حسن الحلو حاليا. كيف تقيم في المباراة الأخيرة كمان المتميز هو؟ شكرا. شوف أخي، أولا كمان إضافة طالب طواطحة في الطرف الأيسر له تأثير كبير. طالب طواطحة لاعب كبير، لاعب مجرب وخبير جدا. مارون غنطوس تقدم بصورة رائعة وكبيرة جدا في السنوات الأخيرة. بوليتش كقلب دفاع عنده التجربة الكافية، وأيضا يعني المعطيات الجسمية له تساعده كثيرا. هناك غياب المدافع الهولندي أعتقد عن الظهير الأيمن، واعتماد الآن على عوفاديا درويش قد يؤثر، ولكن لا تنسى أنه اليوم كمان خط النص أو منطقة الوسط مع بيرن كيال، مع رعي شكراني، إيهاب دفاعيا كثيرا، وهذا ما يؤكد نظرية أن الفريق دفاعيا قوي، الفريق دفاعيا الفريق قوي جدا. بدون شك اليوم فريق اتحاد ابناء سخنين، انا استطيع اقول لك انه كامل الحلقات جيده. كان هناك حديث بينكم على موضوع المهاجمين، هناك رعونه في خط الهجوم باستغلال الفرص، يجب التدريب اكثر على هذا الموضوع، انما الحلقه الدفاعيه ومنطقه الوسط اعتقد انها متكامله جدا بسخنين. سيد نبيل، انه شاهدت
فريق اتحاد ابن السخنين من أسبوع إلى أسبوع فريق مجرب صاحب خبرة، وأعتقد تحدثنا معك في السابق بأن من يصنع الفارق اليوم هو لاعب نجومية بيرام كيال، أو دعنا نقول وضع الفريق على مساره الصحيح، ولكن هناك إحساس لدى البعض بأن ما ينقص فريق اتحاد ابن السخنين هو جمالية الكرة، يعني بمعنى هو فريق قوي يقف بشكل قوي على أرضيات الملعب، ولكن أنت لا تلمس يعني جمال الكرة أو لربما فنيات لاعبين أو انتقال من الحلقة الدفاعية للهجومية، ويعني أعتقد بأن هناك خلل معين. ماذا ينقص فريق اتحاد ابن السخنين؟ صحيح، بلاي ميكر، لاعب خط وسط فني، يعني مع احترامنا ومحبتنا لبيرم، بيرم يجيد اللعب الدفاعي أكثر، كذلك غنايم، هم لاعبين بالأساس ستة أكثر من إن 8 أو 10. أنا بعتقد كان ناقص صانع ألعاب اللي فيه عنده تقنيات، اللي فيه عنده صانع ألعاب ومهاجم يخلص تنين طبعا، بس هذا أدهم إذا بتنتبه هذا الأسلوب أعطى لفرنسا كأس العالم بنفس الطريقة بنفس الأسلوب بدون جمالية، خط وسط كان أكثر مدافع من إنه عبقري في الهجوم، وكان كان ناجح عمليا. أنا لا بدون أدنى شك، بس كان في هناك مهاجمين اللي بتعرف تخلص من عمليا من نص فرصة، يعني بدك واحد زي مهران راضي في الوسط. أعتقد لاعب مثل جورجينيو بأيامات سخنين هو لاعب يعني دعنا نقول كلاتش، يعني الذي يصنع الفارق بين الهجوم إلى ممكن جدا، ومهران راضي أيضا لاعب من نوعية مهران راضي. نعم، دعونا يعني نتطرق قليلا إلى سندريلا العرب كما وصفناها وكما تحدثنا عنها، فريق مكابي أبناء ريني حمودي. مكابي أبناء ريني فاز على مكابي حيفا، وهي ليست مقياس كما قال سعيد بصول، هناك وهذا ليس مفتاح مكابي أبناء ريني، إنما ضد أبوعيل تل أبيب، ضد أبوعيل حيفا، وهذه الفرق هذه المرة خسرة من فريق أبوعيل تل أبيب. أول شيء بدي أقول إنه الريني خلينا أقول في الفترة الأخيرة بالرغم من الخسارة الأخيرة ضد أبوعيل تل أبيب، أنا حسب رأيي كان بيقدر يطلع في نتيجة اللي أفضل من هيك بسبب عمليا أخطاء دفاعية اللي هو عمليا هو مسؤول عنها الأول والأخير. بقدر أقول كمان مرة إنه في مرحلة اللي هي تحسن، إحنا بنشوفه إنه عم بيتحسن من مباراة لمباراة، في عمليا تناغم، في تنسيق ما بين الحلقات، إذا كان نبدأ من الدفاع لخط الوسط مع المهاجمين، في إمكانيات برضو كمان لاعبين عم بيحضروا لاعبين كل الوقت بفحص الإمكانيات، فحص لاعبين مين بيفضى في السوق. اليوم دخل كمان لاعب جديد انضم للريني. أفكر إنه بالرغم من إنه الريني اليوم موجود في وضع اللي هو عمليا بقدر أقول محل منيح مع جمع نقاط، بس ما أفكر في اللعب أمام اتحاد أبناء سخنين راح يكون لهم صعب، وصعب جدا، لأنها المباراة ستحسم في وسط الملعب، وسط الملعب تبع اتحاد أبناء سخنين أفضل بكثير من وسط الملعب تبع الريني، بالرغم من إنه لاعبين الخط الهجوم اللي موجودين في الريني اليوم في لياقة هني أفضل من لياقة الموجودة فيها مهاجمين اتحاد أبناء سخنين. نعم سيد نبيل، يعني هذه مباراة ليست سهلة، أنا أعتقد على الفريقين تحديدا عندما نتحدث عن مباراة خارجية لاتحاد أبناء سخنين. السؤال يعني كيف تلمس مستوى أبناء الريني من مباراة إلى مباراة وكيف تقيمه؟ أدهم مباراة صعبة جدا، تنساش أنه مدرب الريني هو شارون ميمير، هو اللي صنع واللي بنى فريق سخنين العام الماضي، هو بعرف كل نقاط الضعف ونقاط القوة. سخنين عنده مشكلة الهجوم زي ما حكينا، إذا أنا متأكد أنه ميمير رح يلعب خطة دفاعية حذرة 5-3-2 بتخيل، أو 3-5-2 بتخيل أنه رح يمتص، رح يعطي لسخنين السيطرة في وسط الملعب وينقض عليه بهجمات مرتدة نفس الطريقة عملوها مع مكابي حيفا، وصلوا مرتين أو ثلاثة مان تو مان على الحارس. هاي المباراة صعبة جدا، ميمر بيعرف سخنين جيدا، مش سهل بالمرة بتاتا حمودة أبدا، مش سهل المباراة. نبيل أنا ما فكرش أنه ميمر والريني راح ييجوا ويسكروا اللعبة، أفكر راح يلعب في 4-3-3 عادة هذه تسكير. لا ما فهمتنيش، ما بيسكر المباراة، بيعطي زي ما ريال مدريد أعطى برشلونة، يسيطر في وسط الملعب بعيد عن مرمى وبالمرتدات كان قاتل، وهذا ممكن يتخذه نفس الطريقة ميمر، وعملها العام مع سخنين لما كان يدرب سخنين عملها عدة مرات بالمرتدات. سيد جودات، أنا أعتقد لو قيمنا الفريقين واحد قبل الثاني باعتقادي أنه الخبرة والتجربة لفريق اتحاد أبناء سخنين في دور الدرجة العليا وأداء الجيد في المرحلة الأخيرة وفي السنوات الأخيرة قد تكون سبب في التفوق السخنيني على مكابي أبناء الريني.
كما قال الزملاء أكيد مكابي أمن الرين راح يجي، بديش أقول متخوف ولكن سيلعب بحذر، خاصة أنه طبعا مباراة ديربي ما فيش حدا بيحب يخسر في الديربي، وهي مباراة بيتية لفريق مكابي أبناء الريني، ولكن أتمنى أولا وقبل كل شيء أن تمر بمنتهى الروح الرياضية وأن تمتلئ المدرجات بالجماهير من الفريقين لتشجع في هذه المباراة، والأفضل ليفوز في النهاية طبعا. نحن نضم صوتنا لصوتك كمان. طيب حمودي، هذه المباراة هي مفصلية أعتقد يعني لكلا الفريقين، تحديدا اتحاد أبناء سخنين بعد خسارة مكابي تل أبيب يريد الالتحاق بالقمة، على الورق لديه مباريات سهلة، الفريسة دعنا نقول مكابي أبناء الريني، خسارة ثانية قد تصعب الأمور وتزيد الضغط في غرفة الملابس. بديش أقول مباراة مفصلية، احنا بعدنا في بداية الموسم، يعني احنا بعدنا 9 مباريات، المباريات على الورق سخنين انتهت من المباريات الصعبة. لا فيش انتهت من مباراة الصعبة، يعني حدا بيضمن لسخنين حتى لو فاز، حتى لو فاز سخنين أمام الريني لنفرض، حدا بيضمن له إنه في كريات شموني إنه راح يأخذ النقاط؟ ما حداش. أنت شفت إنه الدوري متقلب، يعني الريني فازت على مكابي حيف، يعني فهاي المعادلات أنا أفكر إنه بعد بكير لازم كل مدرب كل لاعب ينظر للمباراة ذاتها، المباراة نفسها، يجي في جاهزية. وأنا كمان مرة بقول بتأمل، بما إنه فريقين عربيين اللي موجودين بمثلونا، بتأمل إنه يكون التمثيل مشرف، تكون روح الرياضية طيب تسود المباراة ومباراة ممتعة للجماهير. هذه النقطة دعني أتحول، لا أعلم أنت حمودي إن لعبت في ديربي عربي في الدرجة العليا، أنا ذاك في الدرجة لم تلعب. سيد نبيل، نحن نذكر أيامات عزمي نصار ومكابي خان ناصرة واتحاد أبناء سخنين، وكانوا السفراء العرب الذين لعبوا في تلك الفترات، ولكن ما هو الشعور لدى العرب عندما يكون سفراء مثل الريني والسخنين في مثل هذه المباراة رغم عدم وجود، يعني دعنا نقول العنوان لا يوجد خلافات رياضية، ولكن عنوانها من سيكون، دعنا نقول سفيرة العرب، من لديها الأفضل؟ الأجدر أدم يختلف. الريني فريق جديد عمليا بهذا الدوري، ما عنده ريكورد، ما عنده سجل في اللقاء الناصري، هناك كانت المباراه مشحونه دائما تحمل بطياتها نوع من حتى العنف، يعني للاسف اقول بين الجمهورين، لكن اليوم انتهت هاي الامور. اليوم مع الريني فريق جديد، ما في اي رواسب ماضي، هناك في رواسب كانت يعني دائما المباراه على، وكانوا زعامه المجتمع العربي. صحيح، الريني بتطلع على الزعامه، الريني بتلعب من يوم ليوم، سخنين معروف انه زعيم، بعدين بيطلعوش على الزعامه، لا بيطلعوش، بيلعبوا كرة قدم من هون من اليوم لبكرة وبس. المباراة بعيد عن أي شحن وعلى أي، لكن هذه النقطة دعنا نقول يعني ولدت نوع من الصراعات الداخلية بين الناصرة وسخنين كسفيرة المجتمع العربي وكعاصمة الجماهير العربية، وسخنين انتزعت هذه الفرصة من أجل يعني أن تكون لها الواجهة. هذه نقطة يعني كانت لربما لافتة خلال السنوات العشر الأخيرة. سيد جودة، يعني عندما نتحدث عن هذه الجزئية، إلى أي مدى أنت ترى بأن لها دور أساسي في تحفيز اللاعبين؟ شوف أخي أدهم، أولا كلنا نعرف طبعا أن الناصرة هي أكبر مدينة عربية في البلاد، ويعني كان من المفروض طبعا انه حتى من ناحيه رياضيه، وطبعا ما ننساش انه فريق أبوال الشباب الناصري في حينه في اول الستينات كان اول فريق اصعد الى الدرجه الاولى، فمن هذا المنطلق كان طبعا التفكير دائما انه الناصر يجب ان تكون في القياده الرياضيه متواجده، ولكن سخنين فعلت ما فعلته وتقدمت وتطورت ووصلت، فبالتالي كان هذا خليني اقول يعني المنافسه حيث بدات قبل ان يكون الفريقين في الدرجه العليا، حتى في الدرجه الممتازه قبل ذلك، وهذا سبب نوع من يعني التنافس الشديد والتنازع بين الطرفين. اعتقد انه فريق اتحاد ابناء سخنين اليوم بتاريخه المشرف في الدرجه العليا وماضيه قادر على أنه يحقق أماني الوسط العربي. فريق مكابي أبناء الريني كما قال الزملاء فريق صاعد، فريق يبدأ يعني يكتشف نفسه في الدرجة العليا، ونأمل له كل التوفيق والنجاح، ونأمل لمثل هذه المباراة بالفعل أن تمر بدون أي حساسيات وبدون أي عثرات. نعم سيد نبيل، ايضا لضيق الوقت نحن نريد يعني قبل ان ننهي، سيد نبيل يمكن القول بان مكابي ابناء الريني ما صنعه هذا الموسم هو لربما الفوز على مكابي حيفا وارتباط اسمه في دوري ابطال اوروبا، عندما قالوا مكابي حيفا خسر ليوفنتوس، فاز من يوفنتوس وخسر من فريق مكابي ابناء الريني، وانا تابعت حتى وسائل اعلام اوروبيه وغربيه ذكرت هذا الاسم، يعني اسم الريني سطر ايضا في تاريخ الكره الغربيه والاوروبيه والعالميه.
انت متخيل يعني هذا متخيل عالم كره القدم عالم صغير ولكنه وسيع. قديش هو وسيع قديش بضل صغير. الريني يذكر اسمه باللقيب والصعوبة الفرنسية والإيطالية مش معقول يعني. هذا اللي صار ريني يعني عشان هيك اسم فرنسي ريني حمودي. يعني هذه المباراة قبل أن نقفل يعني بسؤال أخير، اتحاد أبناء سخرين قلنا بعد خسارة مكبابنا ريني بعد خسارة، ولكن أريد أن ننهي معك بشق يعني هام أيضا. هشام ليوس هو من صنع الفارق ضد أبوال تل أبيب. هشام ليوس هو عمليا صنع الهدفين يعني الأول والثاني، بس كمان ما ننسى كمان كانت مساهمة كبيرة، كان في خطأ كبير فادح طبعا في أول شيء في المساحات اللي دائما موجودة على فكرة في دفاع الريني اللي موجودة ما بين الظهير والمدافع المدافعين المتأخرين التنين. هشام ليوس لاعب جدا مهاري، بتمنى له أول شيء النجاح. جزيل الشكر لضيق الوقت حمودي كيال، شكر موصول لك السيد نبيل سلامي وجودة عودي، كنتم معنا أشكركم، وسنتطرق إلى ذلك في حلقات لاحقة. أشكركم وإلى اللقاء.